The Prime Minister proposed is Mr. Fayez Sarraj. Mr. Ahmed Maitik, Mr. Fatih Al-Majbari, and Mr. Musa Kuni. I will be satisfied if the Libyans are satisfied. السلام عليكم ورحمة الله. رحبت المنظمة الأممية والولايات المتحدة ودول غربية وعربية بحكومة الوفاق الوطني المقترحة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، فيما عبر ليون عن أمله في موافقة كافة الأطراف الليبية على مقترحه، إلا أن المواقف مع هذا المقترح قد تفاوتت داخليا بين الرفض والتردد والقبول. فما هي آخر مستجدات المشهد في ظل هذا التفاوت في مواقف الأطراف الليبية تجاه حكومة مقترحة؟ وهل هناك فرصة لا تزال قائمة لإجراء تعديلات على الأسماء المقترحة بما يكفل توافق فعلي على الحكومة تجتمع عليها الأطراف الليبية ويمكنها من ممارسة عملها وإنجاز المهام المناطة بها؟ فايز سراج. ما إن أعلن ليون عن التشكيل المقترح لحكومة الوفاق الوطنية حتى اختلفت المواقف السياسية وتباينت، فبين ترحيب بتحفظ وتحفظ شكلي مع قبول مضموني والرفض القاطع، تظل الصورة مشوشة في ذهن المواطن الليبي. فهل تمثل هذه الحكومة تطلعات الشعب؟ يتساءل المواطن هنا. من جهة أخرى، يتولى الترحيب الدولي وحتى العربي بالحكومة المقترحة، فيما تذهب حكومة بالاتحاد الأوروبي على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة لتحث كل من البرلمان والمؤتمر الوطني العام على الموافقة فوريا وبشكل قاطع على تلك الحكومة، إذ ترى تلك الدول أن التأخير في تشكيل حكومة الوحدة وإطالة أمد معاناة الشعب الليبي فقط يستفيد منه الإرهابيون الذين يسعون للاستفادة من الفوضى. وفيما تتبين المواقف السياسية للأحزاب والشخصيات المرشحة للمناصب بين القبول والرفض والترحيب المتحفظ، تتبين أيضا مواقف بعض القوى العسكرية بين الدعم والرفض للمقترح الحكومي. ويذهب مراقبون إلى أن ليون ارتكب أخطاء بإجراء تعديلات على نص الاتفاق بتغيير عدد أعضاء المجلس الرئاسي المقترح من 5 إلى 6، وكذا اقتراح أسماء الوزراء وحتى ترشيح رئيس مجلس الدولة، بينما ينص الاتفاق على انتخابه من صلب المجلس. ليون عاد فاستدرك وقال إنه سيتم إدراج الأعضاء 6 الذين تمت تسميتهم لمجلس الرئاسة في الملحق الأول للاتفاق السياسي الليبي، مضيفا أنه خلال المناقشات قام المشاركون من الجنوب من جميع الانتماءات السياسية بما في ذلك البلديات بتقديم رسالة مشتركة مفادها أن الجنوب يريد أن يكون جزءا من الحل. ليون قال أيضا إن مناقشة أسماء مرشح مجلس الرئاسة كانت مناقشة شفافة، وأعطيت الفرصة لكل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، وتبقى الملاحظة الأبرز في سياق الحوار السياسي الليبي أن مقترح حكومة الوفاق ذاك كان في مرحلة جنينية أراد لها ليون ولادة قيصرية. إذن حكومة التوافق المقترحة من قبل المبعوث الأممي لكافة الأطراف في الليبية هي موضوع حلقتنا اليوم. ما القادم وما ستحظى به هذه الحكومة من ردود أفعال داخلية ودولية؟ معي في الاستوديو هنا لمناقشة هذا الموضوع المحلل السياسي والكاتب السيد خالد الفلاح. أهلا بك سيد خالد. وكذلك معي عبر الهاتف الدكتور إسماعيل المحيشي، باحث ومحلل سياسي. أهلا بك. وكذلك معي بالقاسم ببصير، وهو عضو في التكتل الفيدرالي من بنغازي، أهلا به كذلك. إذن سيد خالد، نبدأ الحديث معك هنا. إذن حكومة أعلنها المبعوث الأممي برناردينو ليون إلى ليبيا وطرح الأسماء لكافة أطراف، أشار أن هذه الأسماء ليست نهائية وإنما هي بداية ترشيحات وقد تشهد تعديلات. الآن هذه الأسماء التي رشحت كيف تراها؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييك أستاذ عماد ونحيي المشاهدين الكرام في كل مكان. في الواقع أراد ليون بطرح الأسماء هو هدف رئيسي له في مسار المفاوضات، وهو الانتقال من باب التعديلات على نص المسودة إلى التفاصيل واختيار الأسماء.
وكما نعلم أن المثل الشائع في الأوساط الدبلوماسية أن الشيطان يكمل في التفاصيل. ليون يبدو أنه ضاق ذرعا بالتعديلات، ولكنه في نفس الوقت أتاح لنفسه فرصة التعديل وقام بإضافة منصب جديد وهو العضو السادس في المجلس الرئاسي، وهو يعني عمليا أننا أصبحنا في النسخة الثامنة الآن من مسودة الاتفاق السياسي، يعني كنا في السابعة وأصبحنا في الثامنة. وأنا أرى أن المسار الذي ذهب به ليون في طرح المسودات والتعديلات والمسودات والتعديلات وهذه السلسلة ستمر بها أيضا عملية اختيار الحكومة. هذه هي التشكيلة المقترحة الأولى. واضح جدا أن هناك اعتراضات كثيرة من جميع الأطراف، يعني من الأطراف في المؤتمر الوطني، من أطراف في مجلس النواب، من بلديات، من ناشطين، من كتاب ومحللين مثلي أنا شخصيا. يعني فهناك كثير من الاعتراضات على أمرين مهمين. الاعتراض الأول على آلية الاختيار، واضح جدا أن ليون هو من وضع التشكيلة دون استشارة أحد، بدليل أن الكثير من الذين طرحت أسماؤهم أعلنوا أنهم سمعوا بطرح أسماؤهم في المؤتمر الصحفي، يعني لم يكن لهم أي علم ولم يرشحوا أنفسهم لا بشكل مباشر ولا عن طريق أحد المتحاورين، ما يعني أن ليون هو من يدير العملية وهو من يقدم الأسماء. ليون طبعا يعلم العقلية الليبية ويعلم العناد والكبرياء الليبي، ويعلم أن هذه الأسماء التي طرحت يعني لن تتم الموافقة عليها بأي حال من الأحوال، كما ذكرت المعارضة شديدة، ولكنه أراد غلق باب التعديلات والدخول في مرحلة الأسماء والترتيبات الحكومية وتوزيع المناصب. نعم، نذهب إلى دكتور إسماعيل المحاشي المحلل السياسي. إذن سيد إسماعيل، الآن هذه الأسماء المقترحة كما أشار السيد خالد هنا أنها هي مجرد لامتصاص للصدمة الأولى، هل قد نشهد تغير في الأسماء الحكومة في القادم من الأيام؟ في البداية تحية ليك وتحية ضيفك والأخوة المستمعين. أنا في تصوري وفي تقديري أن في هذه الحكومة فيها هناك الكثير من الشخصيات الوطنية. هذه الحكومة جمعت بين شخصيات وطنية معروفة في الأوساط الليبية. عندما نتكلم عن السيد، سواء تكلمنا عن الحكومة أو سواء تكلمنا عن المجلس الأعلى للدولة أو تكلمنا عن المجلس الرئاسي بصفة عامة، نتكلم عن شخصيات وطنية ومعروفة. أكيد هناك بعض الخلاف لبعض الشخصيات، في بعض الشخصيات تنفر من هذه الحكومة، لكن بصفة عامة هذه الحكومة حكومة وفاق وطني، حكومة تخدم ليبيا، تخدم 17 فبراير وتخدم التحول الديمقراطي. شخصيات معروفة، عندما نتكلم عن شخصية عشرة الشوائر أو شخصية السيد موسى الكوني أو شخصية طارق المجيب، شخصية معروفة للأوساط الدولية في الاقتصاد والمال، السيد أحمد المعيتي، هناك الكثير من الشخصيات معروفة في هذه تركيبة الحكومة وفريق العمل، لأن القرار سيتخذ في هذه الحكومة بشكل وفاقي. هذه حكومة أزمة وحكومة وفاق سياسي ومدعومة من قبل المجتمع الدولي. أنا مع اختلافي في مع السيد اليوم في اختلفنا واتفقنا، لكن الحقيقة أن السيد ليون أبدع في اختيار الكثير من الشخصيات في هذه الحكومة، وأنا أتوقع أن هذه الحكومة ستستطيع قيادة هذه المرحلة ونقل ليبيا من هذه المرحلة. إذن سيد إسماعيل، هل ترى أن هذه الحكومة قد تخلق نوع من التوازن بين كافة الأطراف؟ نعم، وأكيد، لأن هذه الحكومة ستكون مدعومة من قبل الشعب، ستكون مدعومة من قبل طوال 17 فبراير، ستكون كذلك مدعومة من المجتمع الدولي، وهذا الدعم أنا محدود. تهيئة تصريح الكثير من الجمعية الأممية المتحدة، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تؤكد على الوفاق، نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، الكثير من الشخصيات السياسية، السيد أوباما أكد دعمه على حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وكذلك دعمه للمسار الديمقراطي والتحول الديمقراطي في ليبيا. أنا في تصوري هناك الكثير من الشخصيات في هذه الحكومة تستطيع نقل ليبيا من هذه المرحلة ومن هذه الأزمة إلى مرحلة. جميل، من هذه النقطة إذا ننتقل إلى سيد بالقاسم بوبصير عضو تكاتل الفدرالي. سيد بالقاسم، الآن هناك رأيان حول الحكومة والتشكيك في من وضع هذه الأسماء، واستمعنا كذلك للسيد إسماعيل الذي تحدث عن هذه الحكومة تخلق نوع من التوازن بين الأطراف الليبية وهي مرضية. ما هو رأيك أنت؟ مساء الخير ورحب بك وبضيفك الكرام. حقيقة أخي الفاضل، هذه الحكومة جاءت تحقق رغبات جماعة العمل الإسلام السياسي، جاءت ضد إرادة الشعب الليبي،
جاءت مخالفة كل أعراف العمل السياسي اللي من خلال المفاوضات اللي تمت. الخلاف أساسا أخي الكريم كان ما كان يتمثل في معارضة الأعضاء عن مكان انعقاد البرلمان في مدينة مدرب، ومن قام بالدعوة إليه اللي هو السيد أبو بكر بعيرة باعتباره ليس أكبر أعضاء سنا. من هذه البداية انتهت إلى إملاءات سياسية وحكومة فرض واقع، كل اللي فيها مصلحتهم مصلحة مشتركة محصورة ما بين في 230 كيلومتر ما بين مصراتة ومدينة الزاوية، محصورة في جماعة إسلام سياسي لها مطامع شخصية، مطامع خاصة اقتصادية متحالفة مع رأس المال، ونقولها بكل صراحة رأس المال فاسد الوارث كل أمواله من منظومة النظام السابق في تحالفه السابق معه ومع جماعة الإسلام السياسي المتمثلة في قيادات المعروفة في الآن. ماذا عن رئيس الحكومة وهو عضو في البرلمان وكذلك السيد المجبري وهو من أعضاء؟ نعم سراج أبحث، أدخل في صفحتي الشخصية ماذا في الفيسبوك أو في تويتر ماذا كاتب. هو ضد وجود البرلمان، ضد كل القرارات اللي اتخذها البرلمان، مع ضد قيام الجيش ومع عودة المسلحين والميليشيات بشكل جيش دروع ليبيا الجديد. هذه توجهاتها، هذه الشخصية تم اختيارها وبناء على التنسيق ما بين جماعة العمل السياسي. أيضا السيد فايز السراج هو من ضمن الأعضاء كان مكلف أو المهام اللي يتم إسنادها له لو تمكن السيد معيتيق لما تقدم لترشيح نفسه لرئاسة الوزراء بالمؤتمر الوطني، كان مرشح إلى يتولى وزارة الإسكان. يعني القصة كلها ما ملعوبة وكلها قاعدة محاكاة في ظلام. هذه الحكومة لا تمثل إرادة الشعب الليبي المتمثل في البرلمان. أنا أقول لك ضيفة الكريم اللي قال السيد إسماعيل اللي قال تمثل إرادة الشعب الليبي، الشعب الليبي إذا كان تبوا الشعب الليبي خرج يوم الجمعة في مظاهرات حاشدة في إقليم بقة، في كل مدن إقليم بقة، بنغازي وطبرق والقبة والمرج والبيضة، ورفضوا مشروع هذه الحكومة. لا تمثل إرادتهم ولا تمثل الإرادة الشرعية المحترف بها المجتمع الدولي. تحدث ضيفك الكريم قال إن المجتمع الدولي أيد هذه الحكومة. الدول الستة التي أيدت هذه الحكومة هي الدول هي لا تمثل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هناك قوتين رئيسيتين هما اللتان يمتلكان القرار وهما التي يخلقان حالة التوازن، اللي هو الاتحاد السوفيتي والصين. هذه الدول لم تبدي قرار رأيها من خلال المجتمع الدولي، هم يروحون علينا بعصات التهديد بالتعرض للعقوبات. العقوبات لا يفوزها إلا مجلس الأمن، والمجلس الأمن لا تمثل. سيد بالقاسم سنعود إليك في سياق الحلقة لنتحدث أكثر حول رأيك فيما يتعلق بهذه الحكومة، وكذلك كما ذكرت أنت موقفك من قرارات البرلمان منذ نشأته والتي تحدثت بأنها غير صائبة. إذن نعود إليك سيد خالد، إذن هذا الحديث عن الحكومة يطول كثيرا، هناك تضارب في الأقوال بين شخصيات هذه الحكومة، تاريخهم السياسي، السيد فايز السراج ومن يكون وكيف وصل إلى البرلمان. هل ترى مستقبل في أن يستمر فايز السراج على رئيس للحكومة وإن كان هناك تغيير في المناصب الأخرى لنوابه؟ نعم، كما ذكرت أن هذه هي أسماء مقترحة يعني، ونحن نعلم ليون وتاريخه في الاقتراحات والتبديلات، هو بدل المسودة 8 مرات يعني، فعلى الأقل سيغير في القائمة أكثر من مرة. أنا أرى أن هذه القائمة يعني، وخرجت حتى فور إعلان هذه الحكومة هنا على قناة ليبيا بانوراما بمداخلة هاتفية وقلت أن هذه القائمة ستتغير يعني، وتحديت أن هي ستتغير.
هذا أمر واضح. خلاف الضيفين الكريمين بخصوص الحكومة وهل تمثل إرادة الشعب الليبي أو لا تمثل إرادة الشعب الليبي، هذا يدل على أن هناك انقسام بخصوص هذه الحكومة، ويؤكد للمقدمة اللي قمت بها أنا وقلت أن في خلاف كبير يعني. وفي هذه المناسبة يعني أدعو جميع كل من يخرج لوسائل الإعلام لا يتكلم باسم الشعب الليبي، يعني هناك الكثير من الذين يخرجون ويتكلمون باسم الشعب الليبي، يخرج أنصار الكرامة ويقولون الكرامة تمثل الشعب الليبي، يخرج أنصار قسورة ويقولون قسورة تمثل الشعب الليبي، يخرج الفدراليون ويقولون النظام الفدرالي هو ما يريده الشعب الليبي. الشعب الليبي هو بعيد كل البعد عن هذه الانقسامات السياسية. الشعب الليبي يريد حياة كريمة، يريد أن يعيش كما يعيش بقية الجيران، لا أقول حتى المجتمع المتقدم، في دولة تحترم فيها القوانين، دولة مؤسساتية. أما فلان رئيس وزراء يمثل الشعب الليبي وفلان نائب رئيس يمثل الشعب الليبي، فارجو إبعاد الحديث باسم الشعب الليبي عن هذه التفاصيل يعني. نعم، نذهب مجددا للسيد إسماعيل محيشي. إذن سيد إسماعيل، أنت ذكرت أن هذه الحكومة تخلق نوعا من التوازن بين الأطراف الليبية، عن أي توازن تتحدث إذا كانت ردود الأفعال في البرلمان رافضة لهذه الحكومة، وكذلك المؤتمر حتى الآن لم يخرج بموقف صريح، كذلك استمعنا لبعض التكتلات وآراء بعض التيارات التي ترفض جملة وتفصيلا ما أتى به ليون؟ أتفق كثير مع هذا الرأي، بالعكس هذه الحكومة من أهم إنجازات هذه الحكومة هي حق دماء الليبيين. وحتى تركيبة هذه الحكومة، احنا عندما نتكلم عن المسودة النهائية جاءت منصفة للمشهد السياسي وتخلق توازن وتوزيع السلطات بين مجلس النواب كجهة شرعية وكذلك المؤتمر الوطني كجهة تشريعية وكذلك الحكومة. هذه الحكومة التوافقية ومسودة الاتفاق النهائية تنص على التوافق السياسي بين المجلس الرئاسي لهذه الحكومة، نقطة مميزة جدا في المشهد السياسي. إذا هذه الحكومة مبنية على اتخاذ القرار بشكل نوع من الوفاق بين كل أعضاء هذه الحكومة والجهة الشرعية والجهة الاستشارية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام. النقطة المهمة في المشهد السياسي في ليبيا أن المجتمع الدولي يؤكد دعمه لهذه الحكومة. لأول مرة في تاريخ العالم الدول الكبرى الآن تؤكد دعم ليبيا في المسار الديمقراطي، هذا لم يحدث في السابق. حتى عندما نتكلم عن الأمور التي حدثت في ليبيا والثورة، ثورة 17 فبراير، المجتمع الدولي وقف مع الثورة ومع الثورة 17 فبراير، والآن المجتمع الدولي يؤكد ببيانات صادرة من أمريكا والدول الكبرى تدعم هذه الحكومة. أنا متأكد أن هذه الحكومة ستشهد لها بعض النجاح. أكيد هناك خلاف بين شخصيات، قد ينسحب بعض الشخصيات، لكن في المجمل هناك بعض الشخصيات الوطنية المعروفة بنضالهم، سواء تكلمنا عن قبل 17 فبراير أو ما بعد 17 فبراير. والنقطة المميزة أن هناك بعض الشخصيين الذين يملكون الخبرة ويملكون، سواء تكلمنا عن شخصية عاشور شوائن، هذه الشخصية معروفة في الأوساط الأمنية، كذلك عندما نتكلم عن شخصية سيد أحمد المعتيق، عندما نتكلم عن شخصية سيد الكوني، شخصيات معروفة، عندما نتكلم عن سالم، هذه الشخصيات ولا نشكك فيها الشخصيات صحيحة غير معروفة المستوى السياسي في ليبيا، لكن في المجمل نستطيع أن نقول هناك قريبا سيتم التوافق، ويتم التوافق على هذه الحكومة، وستكون هذه الحكومة في مدينة طرابلس، وسوف تكون مدعومة من ثوار 17 فبراير ومن كل الليبيين، لأن من خلال هذه الحكومة سيتم حقن دماء الليبيين، وهذا هدف استراتيجي في ليبيا. الخاصة من هذه الحكومة والوفاق السياسي والاتفاق السياسي في ليبيا من هم؟ هم الإرهابيين والإنقلابيين وتجار المال وكذلك تجار البشر والذين لا يؤمنون بالديمقراطية والتحول الديمقراطي في ليبيا. صدقني سيجتمع الليبيين على هذه الحكومة وعلى هذا المسار الديمقراطي وعلى المسار التوافق. المسودة الأخيرة النهائية كانت نوع ما فيها كثير من التوافق وكثير من التناصب، وهذا اعترف به حتى أعضاء الشواب من قبل المؤتمر الوطني العام. هناك نعم هناك إشكالية في بعض الشخصيات، قد ينسحب بعض الشخصيات، قد ينضم شخصيات أخرى، لكن صدقني في المجمل هناك حدث مهم وحدث تاريخي في خلال هذه الحكومة ومن خلال هذا الاتفاق السياسي. أكيد هناك بعض الأوساط، هناك خلاف في بعض الشخصيات، والنقطة المهمة والأكثر هي أن المجتمع الدولي يؤكد دعمه للاتحاد الأوروبي، أكد دعمه لهذه الحكومة وأكد في عدة
لا يصدر منه عن هذه الحكومة واعتبار أن ليبيا ستكون شريك اقتصادي ليبيا. وإذا نحن أمام مرحلة تاريخية في تاريخ ليبيا، أكيد هناك وجهات نظر تختلف وتتفق، لكن في المجمل نستطيع أن السيد جود استطاع أن يحقق نجاح إلى حال بخصوص التوصل على مسودة النهاية، وكذلك حتى بعض الشخصيات الذي تم اختيارهم قبل السيد جود في هذه الحكومة، هذه الشخصيات هم ليبيين. السيد جود لم يأتي بشخصيات غير ليبيين، بالعكس جاء بشخصيات ليبية وشخصيات معروفة بنضالهم ودورهم في 17 فبراير. نعم هناك بعض الشخصيات غير معروفة، لكن هناك بعض الشخصيات المعروفة، وأنا متأكد أنهم سيكون لهم دور قوي في عملية التوافق وتأسيس الثقة بين المؤسسات في ليبيا. وكذلك النقطة المهمة، هناك بعض الشخصيات المعروفة كأوساط المال والاقتصاد، عندما نتكلم على الدكتور طارق المقري هذا شخصية معروفة في الأوساط الدولية في المال والأعمال، وأنا متأكد أن هذا الشخصية يحمل برنامج اقتصادي. نعم سيد اسماعيل، اسمح لي أن أعود مجددا للسيد أبو القاسم أبو بصير عضو في التكتل الفيدرالي. إذن الحديث الآن عن هذه الحكومة والجدل الكبير جدا حول الشخصيات إذا صح التعبير والأسماء المرشحة والمقترحة حسب كلام المبعوث الأممي. إذا تحدثنا عنكم أنتم في التكتل الفيدرالي، ما هو اعتراضكم تحديدا عن هذه الحكومة؟ يا أخي الكريم، أولا أنا أريد أن أنبه ضيفك الأول في الاستوديو، أنا لم أقول أن الفيدراليين يمثلون رأي الشعب الليبي، وهذه لو قلت هذه مغالطة، لم أقول ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف الكريم السيد اسماعيل يقول ان هذه الحكومه تم ترشيح شخصيات وطنيه؟ اذا كان احد الشخصيات الدكتور عاشور شوائي قد رفض هذه الحكومه وهو مرشح لها، ما تفسير الى ذلك؟ هذه الحكومه نحن قلنا انها حكومه تمثل راس المال السياسي مع الاسلام السياسي، الاثنين تحالفا وباتفاق مع السيد مصري، منظور او غير منظور هذا يتبان في الايام القادمه. دور قطر، سفير دوله قطر اللي موجود كان يوم في اعلان تشكيل الحكومه، كان موجود وراء الكواليس، وقد يكون هو من جزء من تشكيلة هذه الحكومه. هناك عدد كبير سيد ابو القاسم، يمكن غايب عليك، ولكن هناك عدد كبير من السفراء، حتى سفراء دول مثل البرتغال و فرنسا والمانيا وكذلك امريكا والامارات ومصر، كلهم كانوا حاضرين هناك. هم حاضرين، لكن الدول التي يهمها مصلحتها مصلحه وجودها السياسي في ليبيا هي دوله قطر، وهي الداعمه الاساسيه للاسلام السياسي في ليبيا. هذه ماذا عن تواجد سفراء دوله مصر والامارات؟ دوله مصر والامارات قد تكون حاضره بصفه مشارك، ولكن دوله قطر ذاتها معروف ما اين السلاح الذي ياتي الى مطار معيتيقا والى مواني مصراتة؟ الم ياتي من 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 دوله قطر، مشحون بدوله قطر وطائرات دوله قطر في رحلات مستمره منتظمه الى مطار معيتيقا ومطار مصراتة. كذلك قد يرد عليك سيد بالقاسم احدهم ويقول كذلك الاسلحه التي تصل الى ما تصفه انت بالجيش في المنطقه الشرقيه تاتي عن طريق مصر. لا، أنا لا أصفه بجيش بقدر ما هو الجيش اللي يمثل الشرعية اللي معترف بها العالم. هذا الجيش الليبي الذي ينطوي تحت إرادة الشعب الليبي وتحت إرادة الشرعية الدولية. نعود سيد بالقاسم، سنعود إليك سيد بالقاسم لتوضيح الفكرة أكثر، ولكن نعود للسيد خالد هنا في الاستوديو. إذن سيد خالد، الحديث على الحكومة يمكن أن يتشعب، وصفها سيد بالقاسم وبصير بأنها حكومة رأس المال وحكومة رجال الأعمال واتت بضغط من الدول الخارجية، ولكن الآن نتحدث عن حكومة تجمع عضو في رئيسها من البرلمان المجتمع في مدينة طبرق، تضم شخصية من رجال الأعمال، تضم شخصية تميل إلى التكتل الفيدرالي، تضم شخصية كذلك رشحت أو قيل أنها رشحت من بعض أعضاء المؤتمر الوطني. هذه الحكومة الآن بهذه المكونات في رئيسها ونوابها، هل هي قادرة على الصمود وإقناع الأطراف الليبية بضرورة وجودها وبقائها واستمرارها واعتمادها من قبل كافة الأطراف؟ نعم، هذا يقف على أداء الحكومة، أداء المرشحين وكيفية تسويقهم لأنفسهم أمام الأطراف السياسية. بخصوص رئيس الحكومة، أنا شخصيا أرى أن يكون رئيس الحكومة من الأعضاء المواظبين على الحضور في البرلمان المجتمع في طبرق، هذا يعتبر ضرب للتوافق في الصميم. يعني
نحن أمامنا الآن جسمان متصارعان، المؤتمر الوطني والمجلس المنحل. فمن البديهي يعني حتى لو سألت طفل عمره 10 سنوات أن يحكم بين الطرفين، مستحيل يكون أحد الطرفين هو الرئيس يعني. إذا فلماذا هو فلماذا الحوار ولماذا هذا الكلام؟ يعني كان بالإمكان دعوة مجلس النواب لاختيار رئيس حكومة وفرضه على الأمر الواقع وليذهب الحوار يعني. فمن بديهيات الدبلوماسية ومن بديهيات اللباقة وكيفية التوافق بين طرفين مختلفين أن لا يكون الحل من المتصارعين، يعني يكون الحل من طرف ثالث لا يحسب على أحد المتصارعين. هذا أهم مأخذ يعني على رئيس الحكومة، وهذا هو الذي أراه يعني التحدي الأكبر الذي سيواجه. ولكن كذلك سيد خالد أحد النواب هو عضو مداوم يعمله في المؤتمر الوطني، يعني قد يرد عليك شخص آخر بنفس مني؟ الأسلوب مني يعني نتحدث عن العماري. العماري انسحب، هناك كثير من الشخصيات انسحبت، مثلا عاشور شوائب انسحب قال أنا سمعت في التلفزيون، ونفس الأمر ينطبق على العماري، ونفس الأمر ينطبق على إبراهيم النايض حتى هو يعني قال أنا سمعت من التلفزيون يعني. نعم. فيجب أن لا نتكلم بألسنة الآخرين، يعني الجميع صدم في هذه التشكيلة بما فيهم المطروحة أسماؤهم يعني. نعم، نعود إليك سيد إسماعيل. إذن حتى المرشحين لهذه الحكومة كما استمعت استغربوا من ترشيح بعض الأسماء ومن تواجدهم هم بشخصهم في هذه الحكومة. كيف اختار ليون هذه الأسماء في وجهة نظرك في هذه الظروف التي نمر بها؟ السيد اليوم نتكلم عن دولة الأمم المتحدة وعن حوارات استمرت أكثر من سنة. السيد اليوم عنده خبراء ومستشارين، لكن نتوقع أن هناك الكثير من الشخصيات الوطنية. نعم هناك محمد عمال انسحب، تغيير بعض الشيء ربما يكون السيد محمد العماري أو الأخرين سيرجع عن القرار اللي اتخذه، لأن ليبيا تمر بأزمة، وعلى الشخصيات الوطنية أن يكون لهم دور مميز كما مثل الدكتور محمد العماري والآخرين. اختيار السيد دون هذه الشخصيات بدون علم هذا دليل واضح بأن بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي له دعم في هذه الحكومة، ولم يتم التشاور من بعض الشخصيات في هذه الحكومة. السيد عاشور الشوائل أكد بأنه ليس له معلومة عن تكليفه، لكن هو يعتبر بعض الشخصيات المقترحة ربما شخصية ينسحب من المشهد الآن واستفادة منه في خبرته كاستشاري، عدم إقصاء أي طرف، هذه نقطة إيجابية. نحن نتكلم الآن عن مشهد سياسي آخر مبني على التوافق السياسي، نتكلم عن قرار سيتخذ بشكل توافقي، المجتمع الدولي أكد دعم لهذه الحكومة، هذه نقطة مهمة جدا ومميزة في المشهد في ليبيا. أكيد هناك دليل تواجه الآن الحكومة المقترحة أو الحكومة التي سيتم التوافق عليها أن هي برنامج هذه الحكومة، كيف تتعامل هذه الحكومة مع النقدية والمالية والاقتصادية في ليبيا، كيف التعامل مع الأزمة الليبية، كيفية التعامل مع المجتمع مع الاتحاد الأوروبي، كيفية توقيع اتفاقيات الآن تشهد مرحلة. نعم هناك مشكلة سيد بالقاسم، عفوا سيد إسماعيل في الاتصال، أرجو أن تغير مكان تواجدك حتى تكون الصوت أوضح. نعود لسيد بالقاسم أبو بصير. إذن سيد بالقاسم كما سمعت أنتم تتحدثون عن رفض هذه الحكومة، وكذلك المؤتمر الوطني في طرابلس يتحدث كذلك عن رفض هذه الحكومة، فكيف ستكون الحكومة متواجدة في ظل هذه الأسماء خلال الفترة القادمة؟ أخي الكريم، ضيفك سيد إسماعيل يبدو أنه مبتهج ويؤكد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة، وتغمره السعادة بأن الإسلام السياسي استطاع أن يعود لقيادة ليبيا من الناس. هو سيد بالقاسم هو حر في رأيه كما أنت حر في رأيك، ولم يقطعك أحد أو يرد عليك أحد. أجبني على السؤال، كيف ستكون هذه الحكومة لها تواجد في ظل رفض كافة الأطراف تقريبا لها؟ هذه الحكومة لا يكون لها وجود على أرض الواقع، وإذا حتى وإن تم فرضها على الليبيين سوف تكون فاشلة، هي سوف تكون داخل طرابلس تحت أمرة وتحت سيطرة الميليشيات المسلحة. هذه الحكومة لا تمثل إلا من رشحها اللي هو سيد ليون ومن تحالف معه في فرض إرادة وسلب إرادة الليبيين من جديد. نعم، إذا ما البدائل في وجهة نظرك بعد إذا قلت أن هذه الحكومة قد فشلت، ما البدائل التي تطرحونها أنت في التكتل الفدرالي؟
نحن البدائل أخي الكريم، نقولك نحن البدائل لا بديل إلا للعودة للدستور سنة 51 أولا، وإذا كان هناك حوار لابد أن يكون حوار بين الليبيين أنفسهم دون أي رعاية أجنبية. ما الفرق بيننا وبين إخوتنا التوانسة اللي حتى تم ترشيحهم إلى جائزة نوبل للسلام؟ يعني هل التوانسة أكثر وعي وإدراك للديمقراطية من الليبيين؟ نحن نريد الحوار الليبي داخل الأرض الليبية. نعم، ولكن سيد بلقاسم في تونس لم يحصل أن قامت تيار معين بأسلحته وبقواته بإقفال الطرق وفصل البلاد شرقها عن غربها. لا، ما اللي قام في قسم الأرض الليبية شرقها عن غربها، هم يريدون أن يمتلكوا ثروات الليبيين ويسرقوها وينهبوها امتدادا لنظام القذافي السابق بتحالفهم مع جماعة تيدي الغد وجماعة الإسلام السياسي. نعم، شكرا لك سيد بلقاسم، ابقى معي سأعود إليك بعد قليل في كلمة أخيرة، ولكن نعود لسيد خالد الفلاح. إذن سيد خالد، رفض يبدو أنه كبير، هناك ترحيب من ناحية أخرى من بعض الأحزاب والتيارات لهذه الحكومة مع بعض الملاحظات، من ضمنها حزب التحالف رحب بهذه الحكومة، كذلك حزب العدالة والبناء رحب بهذه الحكومة مع تحفظات، كذلك هناك تصريحات من بعض أعضاء المؤتمر بأن يجب أن نسعى لتطوير هذه الحكومة ودعمها وتغيير بعض الأسماء الجدلية. الآن في حالة استبدال أو هناك أشخاص يتم استبداله في الحكومة، من هو المرجح أكثر لأن يتم استبداله، ومن هم الأشخاص المرشحون الذين قد يحظون بجدل أو يحظون بدعم بقية الأطراف الليبية؟ نعم، عملية الإبدال والحذف والتعديل والتغيير والترقية هذا كله أمر لا أقول أنه وارد ولكنه أمر مؤكد. يعني في كثير من التحفظات على كثير من الشخصيات من الكثير من الأطراف، فهذا أمر وارد جدا. ولكن دعني أرجع عفوا شوية بس لموضوع الدعم الدولي منقطع النظير هذا الذي يعني يردده الكثيرون. الدعم الدولي ليس له أي معنى، يعني مثلا حكومة العراق تحظى بدعم دولي منقطع النظير وجيش المجتمع الدولي 66 دولة وأسطول جوي وبحري لاستعادة الحكومة العراقية سيطرتها على الموصل والأنبار، ولم تنجح في ذلك حتى الآن. يعني فموضوع الدعم الدولي هذا يجب أن لا نعطيه أكثر من حجمه، كما أن العالم الآن أصلا هو منقسم. يعني أنت عندما تتحدث عن دعم دولي هذا يعني أن جميع العالم، هناك الآن أصبح واضح أن في معسكرين، معسكر صيني روسي ومعسكر غربي، من رأيناهم يرحبون بهذه الحكومة هو المعسكر الغربي. يعني فالموضوع معقد جدا وليس بهذه البساطة. أما بخصوص الأسماء، فالأسماء حتما ستتغير وتتبدل. هناك من يتمتع بحجم كبير من ميزات التوافق، مثلا مثل السيد أحمد معتيق، وهناك من عليه كثير من التحفظات، يعني مثل الرئيس المقترح. يعني فالموضوع سيكون طويل وسيستغرق كثير من الوقت. نحن استغرقنا سنة كاملة من أجل الوصول إلى مسودة نوعا ما يعني تلبي الحد الأدنى من التوافق، وأكون شخصيا أنا لا أرى أنها تلبي ذلك الحد. والآن دخلنا في عملية اختيار الحكومة والتي لن تكون يعني بالعملية القصيرة والسلسة. نعم، نعود لسيد إسماعيل المحاشي. إذن سيد إسماعيل، ترشيح اسم مثل السيد السراج أن يكون رئيس الحكومة وهو عضو في البرلمان المجتمع في مدينة طبرق وعضو مداوم وعضو صوت على كثير من القرارات التي تعتبر مرفوضة من الطرف الرئيسي الآخر هو المؤتمر الوطني، ألا ترى أن هذا الترشيح يعتبر زيادة لإرباك المشهد وإعادة خلط الأوراق مجددا؟ هو في الحقيقة قرار سيكون قرار توافقي، سواء تكلمنا عن مجلس النواب أو المؤسسة الوطني العام أو ستكلمنا عن هذه الحكومة، كل القرارات مبنية على الوفاق السياسي بين كل الأطراف المكونة السياسية في هذه الحكومة والمشاركة في مجلس النواب وكذلك المؤسسة الوطني العام. في الحقيقة أن هذه الشخصية ليس لنا عندنا خبرة أو السيرة الذاتية لهذه الشخصية، لكن هذا الشخصية السيد فايز سراج قد اختير وأعطى فيها الطاقة في حكومة الحكيز من قبل المؤسسة الوطني العام. هذا شخصية منتخب من أطرابلس. هذا الشخصية إلى حد الآن لم نتفاهم ما هي الرسالة التي سيوجهها هذه الشخصية أو الشخصية الآخرة للمشهد في ليبيا وكيفية الثقة التي ستكون مبنية عليها هذه الحكومة.
عندما نتكلم عن مشي سياسي مبني على توافق لا نتكلم عن أشخاص معينة. عندما نتكلم عن هذه الحكومة هناك كثير من الشخصيات الوطنية موجودة في هذه الحكومة وشخصيات معروفة. هناك نعم هناك بعض الغير معروفة في المشهد السياسي في ليبيا، لكن هناك بعض الشخصيات سيكون لها دور بارز صدقني في المشهد الأمني وفي المشهد الاقتصادي وفي المشهد المالي. وكذلك النقطة المهمة جدا هي دعم المجتمع الدولي لليبيا. ليبيا نحن المشهد السياسي يختلف بين العراق وبين ليبيا. لأول مرة المجتمع الدولي يقف مع ليبيا في ثورة 7 فبراير. لأول مرة الآن المجتمع الدولي المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكد من الحروب الوافقية. لماذا ليبيا استراتيجي في العالم الشعب اللي... نعم نعم سيد إسماعيل، انقطع الاتصال مع السيد إسماعيل، نشكره جزيلا تواجدنا معنا هذه الليلة. نعود السيد بلقاسم بوبسير. سيد بلقاسم، في ظل كل ما تعانيه ليبيا من أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية وشرخ النسيج الاجتماعي وخصوصا في مدينة بنغازي وما حل بها من دمار، ماذا تريد أن تقول رسالة أخيرة في الليبيين جميعا في ظل هذه الحكومة الجديدة المرشحة أو المقترحة من قبل البعثة الأممية؟ أخي الكريم، ليبيا لا يمكن لها أن تعود إلا إذا توافق الجميع أن تكون ليبيا مظلة يستقر في ظلها الجميع. ولا يحق لأي كان فرد أو قبيلة أو حزب أو طائفة الاستفادة بهذا الظل. إذا وضعنا هذا الوطن ووضعنا ليبيا خط تذوب أمامك دون كل الخلافات يعود الأمن والأمان لليبيا. أما إذا كانت تستهين المطامع الشخصية والمطامع السياسية وتحجماتنا السياسية، أنا أقول لك ليبيا لن تعود كما قال إلا بعد 40 سنة، مثل ما قال ابن القذافي في الإسلام، وهو على إدراك وعلى يقين بما التي تركها وتركها في 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 الأرض الليبية، بذرة الشر، بذرة الفساد الذمم، بذرة الفساد المالي، بذرة الإرهاب. كل ما تعيش ليبيا الآن هو نتاج تلك الحقبة من الثقافة زراحة النظام السابق في 42 عام. نحن محتاجين الآن إلى الليبيين أن نضع كل شيء خلفنا ونضع مصلحة الليبيين مصلحة واحدة. أما تتغلب علينا المصلحة الشخصية والمطامع السياسية فلن يكون ليبيا وجود وأعد من السنوات ما تشاء. نعم، شكرا لك سيد بلقاسم بصير عضو التكتل الفدرالي. نعود إليك سيد خالد لنختم معك بكلمة أخيرة الآن، ملخص حديث حلقتنا اليوم. حكومة رشحت من قبل البعثة الأممية تثير جدل في شخوصها وفي أفكارهم وفي تياراتهم ومكان حتى عملهم السابق. نعم. مثل رئيس الحكومة، إذن أين ترى تسير هذه الحكومة في ظل هذه التضاربات في الآراء؟ نعم، أظن أن موضوع هيكلية الحكومة هناك نوع من الاتفاق عليه، لأن جميع الأطراف سيكونوا ممثلين، ولكننا الآن بدأنا في عملية الأسماء والترشيحات، وكما ذكرت فالأطراف كثيرة ومتعددة، والاسم الذي يقبل به طرف سيرفضه الآخر، وأرى أننا أمام سنستغرق وقت طويل حتى نصل إلى أسماء توافقية ترضي الجميع، وهذا ليس أمر مستحيل، ولكنه سيحتاج لوقت كما احتاجنا لوقت لإنضاج المسودة التي تقدم بها ليون. يعني وصلنا لثمان مسودات والآن أمامنا التشكيلة رقم واحد ونحن سنستمر. نعم. في العدل، لكن بعيدا عن الأطراف السياسية والأحزاب والبرلمان المؤتمر، ماذا عن موقف الشارع الليبي من كل هذا؟ الشارع الليبي يعني يريد حل للأزمات التي يعيشها، الوقود، كهرباء، عمليات الانفلات الأمني، الخطف. يعني الشعب الليبي يريد البحث على حل، ضاق ذرعا بهؤلاء السياسيين المراهقين الفشلة، يتمنى أن يصحوه في صباح جميل ومشرق ويجد ليبيا دولة حرة، دولة مؤسسات، دولة تحترم القانون، بعيدة عن هذه الشخصيات المراهقة التي ابتلينا بها للأسف، والتي أرى أننا سنظل مبتلين بها حتى تنضج طبقة سياسية جديدة، التي أسأل الله عز وجل أن يعجل بهذا الأمر. يعني شكرا لك سيد خالد الفلاح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا. كذلك الشكر لكم إذن أعزائي المشاهدين. كان موضوع حلقتنا اليوم الحكومة المرشحة من قبل البعثة الأممية بين مقابل لها ورافض وكذلك متردد. هذه تحياتي لكم، إلى اللقاء. The Prime Minister proposed is Mr. Fayez Sarraj.
Mr. Ahmed Maitik, Mr. Fatih Al-Majbari, and Mr. Musa Kun. I will be satisfied if the Libyans are satisfied.